في حد عنده دم يبني لنا بيت زي ده؟ ماله البيت ماله؟ حلقات المطبخ ما بتنزلش ميه. الله عليك عبقري. ايه ده بقى؟ ايه الكبانيه ده؟ هو عالي عشان الجاذبيه تسحب الحاجات اسرع. الله عليك عبقري. ليه انت اللي بنيت لنا البيت ده؟ طب مزاجي، هو المشروع اسمه ابن بيتك مش بيتك انت. الحلاوه دي ده انا بحبك يا صالح. يبقى انا بحبك يا دريه. لا لا ده مش انا. في نظريه علميه قديمه بتقول ان الكون بتاعنا ده في زيه اكوان مواسيه، في نسخ مننا عايشه فيه بس مش هزق لمراته وابنه زيه. تعرف لو كنت في اوروبا كنت سكنت. وانت دخلوك اوروبا يالا؟ انت اخرك فندق اوروبا اللي في فيصل. عمري ما دخلت البيت ولقيتها مع راجل غريب. يعني على طول بتخش تلاقيها مع راجل انت عارف هتجوز سامح يا كوارث. ده بيستأذن بجرس عشان يتكلم، ده بالي. انت مرفوض. طب اروح فين طيب؟ المنطقه دي اسمها ايه؟ الزاويه الحمراء يا بابي. يا دين النبي انا ساكن في ديزني. يا ابن المحظوظه مبروك 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 يا ابن المحظوظه. دوريه قولي بقى، مين الحلوه اللي بتروح لها كل يوم وبتقفل عندها تليفونك؟ انا عادل. انا ناديه. الله انا بحبك. يعني في فرا جوه؟ في فرصه جوه، الفرا هنا. انا غلطان من الاول اني ما حاولتكمش. ذوق عافيه هنمشي. طب خلاص يبقى انت يا محمد. انت قتلنا برا، ابن عمي قتل نفسه. ده انت شبح بقى وبت. ما انا مش متاكد انك ابويا. يا ده انا ابوك بس حلقت دقني. لا انا مش متاكد انك ابويا بيولوجيا.